أهلا بكم من جديد. ومن العناوين إلى تفاصيل النشرة، بداية بالشأن الداخلي، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إصلاح المنظومة العلاجية في مصر يتطلب توفير مبالغ ضخمة، ما يستدعي تكاتف جميع مؤسسات المجتمع من أجل المساهمة في تحسينها. وقال السيسي خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب المنعقد بجامعة القاهرة في يومه الثاني والأخير أنه لن ينجح أي نظام تنموي، سواء تأمين صحي أو استثمارات أو تحسين منظومة التعليم وغيرها، غير ذلك دون استقرار وأمن. لو كانت استقرار الدولة استمر من 64 لدلوقتي، كانت مصر بقت في منطقة تانية خالص، بما فيه التأمين الصحي أو بما فيه العلاج المقدم. ولكن عندما تعرضت الدولة، وده اللي يهمني، إن أنا بقى في كل الشرح اللي بيتم ده مبني على الاستقرار والأمن والاستدامة. الاستقرار والأمن اتحقق واستمر، احنا هنقدر كل اللي بنخططه ممكن نحققه. ممكن نلاقي فيه بعض الإشكاليات وإحنا ماشيين نحلها. ما بقولش إن النظام اللي إحنا بنتكلم عليه هيبقى 100% كامل وناجح، لكن نجاحه ونجاعته بالتصور المحطوط بيه، بالدراسات اللي اتعملت عليه، هيقدم نموذج هايل لمصر، أو نموذج للعلاج والتأمين الصحي للمواطنين المصريين على كامل الدولة. لكن خلي بالكم، لو احنا تعثرنا من دلوقتي لمستقبلا، انا بقول الكلام ده عشان يبقى محطوط في رقبتنا، ليه ما نجحش سنة 64؟ ما نجحش ليه 64 بعد كده؟ يعني عشان 67؟ فلما دخلنا حرب تعثرنا في كل شيء. وليه ممكن يكون ما تمش في 2010 و2009؟ عشان احنا دخلنا في حالة ثورية بس ليها تكلفة فوقفت كل شيء. ولو دخلنا في حالة تانية من عدم الاستقرار، انا بقول لكم ممكن اكون مش موجود ساعتها خالص في الدنيا. لن ينجح اي نظام في الدولة المصرية، تأمين صحي، تعليم، استثمار، تنمية، الا بالاستقرار والأمن. الاستقرار والأمن. وللمزيد من النقاش والتعقيب على ما لدينا من أخبار، بنرحب معنا في الاستوديو بسعادة سفير محمد شاذلي. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. معالي السفير، يعني اهتمام رئاسي بملفي الصحة والتعليم خلال المؤتمر السادس للشباب، لو توضح لنا ربما موقع هذين الملفين في الخريطة الإصلاحية، وكيف سيتناول برنامج الحكومة الجديد هذين الملفين؟ شوفي، التعليم والصحة هما المستقبل، هما دعامة المستقبل. يعني احنا عندنا قول دارج في مصر، لما تكلمي حد ويحس انك بتتعالي عليه يقولك لا احنا كلنا ولاد تسعة. ليه؟ احنا مش ولاد تسعة، لان امتي لما بتجيبي وليد ابن مليونير ووليد ابن شحات وحطيهم جنب بعض ما تفرقيش بينهم. احنا ولاد 20، بعد 20 سنة تلاقي واحد منهم بقى مهندس بيجيد 3 لغات، بيجيد التعامل مع الكمبيوتر، صحته كويسة، بطل رياضي، والتاني أمي لا يقرأ ولا يكتب، عنده كساح وأنيميا ولين عظام. وإذن التعليم والصحة هو ما يخلق الإنسان القادر على التحدي، القادر على بناء بلده. وبالتالي الاهتمام بهذين الملفين هو الاهتمام بالمستقبل وبناء المستقبل.